السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصلك كل جديد، ولأن نوفيكم بعصائر تنشط العقل وتعزز الذاكرة، صحة الجهاز العصبي، وقود المخ. المخ من أهم أجهزة الجسم التي تحتاج إلى وقود لكي تتابع عملها بجد واجتهاد ولا تخفت وظائفها تدريجيا بمرور الزمن أو بتراكم الإجهاد العام المرضي والنفسي. فالمخ وعمليته الحيوية وقدرته على تعزيز الإدراك والعمل لا بد وأن يتم من خلال نظام حياتي وحركي وتغذوي جيد وسليم وصحي. ووفقا للتقارير نشرة في موقع ميد يسن هيلس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك بعض المشروبات التي تعزز من الصحة العقلية وكذلك تعزز من قدرة المخ على أداء وظائفه، مثل الإدراك والتركيز والفهم والاستيعاب والتحليل وكذلك الانتباه وغيرها الكثير من الوظائف الإدراكية والعقلية. أضاف التقرير موضحا أن عصير الخضروات الأخضر الطبيعي تناوله يوميا وفقا للأبحاث يساعد على تعزيز الفكر والعقل ويؤخر من التدهور العقلي الذي يظهر تدريجيا كلما تقدمنا في العمر. الكثير منا يتجنب تناول العصير الأخضر ونقبل على تناول الفاكهة وعصائرها، في حين أن عصير الخضروات يساعد بشكل كبير على تعزيز عمل الدماغ وتعزيز اللوتين وحمض الفوليك في الجسم، مما يعزز من قدرة الدماغ والعقل على العمل بشكل جيد. هناك نوعية من المشروبات الخضراء أو مشروبات الخضروات تتفوق عن غيرها في تعزيز الصحة العقلية وتأخير التدهور العقلي، والتي من بينها عصير السبانخ الطهي والمفيد والمعزز للطاقة وعمل المخ. عصير اللفت إذا ما تناولته يوميا بيعزز من قدراتك العقلية وانتباهك. عصير الكرنب يساعد بشكل كبير على تعزيز صحة العقل والانتباه. يمكنك أيضا أن تضف هذه المكونات بشكل صحيح دون عصرها لطبق السلطة المختلفة. يمكن أيضا الخلط بين الفاكهة والخضروات لإنتاج مزيج رائع يحتوي على فيتامينات رائعة تعزز من الصحة العقلية وعمل المخ، مثل فيتامين جيم المعزز للمناعة والأعصاب وكذلك فيتامين ألف. وبهذا قد أوفيناكم بعصائر تنشط العقل وتعزز الذاكرة، صحة الجهاز العصبي، وقود المخ. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعملوا لايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.